بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله النهاردة الدرس رقم 62 من كورس أساسيات لارافيل. هنعمل النهاردة أول تيستينج على الإيميل ونرسل الإيميل ونشوف فعلا هو هيرسل ولا لا. طبعا في الدرس اللي فات احنا ظبطنا الاعدادات بتاعتنا بتاعت الميل جن وعملنا كرييت لاول ايميل موجود عندنا على الميل جن عشان نحن نشترك فيه، وقلنا ان الميل جن بيديني لغايه 5000 رساله اعمل بيهم تيست. خلينا الاول كده قبل ما نعمل سند او اي حاجه هنروح على الكونفيج، هنلاقي عندنا حاجه اسمها ميل. تمام، لو نزلنا تحت كده جوه الميل، امشي كمان شويه كده سيبك من دي، هنلاقي موجود فروم. لما اجي ارسل لحد معين عايز اقول له مثلا، على سبيل المثال لما اجي ارسل انا عايزك ترسل لي مثلا هنا، مثلا ممكن نقول له هنا مثلا نقول له مورا سوفت، او ممكن نقول له هنا مثلا ادمن ات مورا نت مثلا، على سبيل المثال انا عايزك لما تيجي ترسل اي ايميل هترسله من ايميل اسمه ادمن مورا سوفت دوت نت، وقلت له الاسم اللي هيروح لك هيكون مثلا اسمه مثلا مورا سوفت. كلام جميل حلو كده. الامور بالنسبه لي انا بعمل بس ايه، عمليه الارسال عشان لما اجي ارسل هيكون معروف ان انا برسل من الشخص اللي هو مين اللي بيرسله. طيب كده مبدئيا الامور كلها تمام بالنسبه لي والدنيا زي الفل. هبدا اعمل تيستنج الاول ايميل عندي خالص عشان انشئ اول ايميل عندي. المفروض الامر بتاعي اللي هو بي اتش بي ارتزان ميك ميل. لغايه هنا زي ما قلت لك وتعودت انت عندي مفيش هبد، يعني انا عايز اقول له بي اتش بي ارتزان ميك ميل، واقول له مثلا هنا مثلا تيست، مثلا نقول له هنا تيست ميل واضغط انتر. في اللحظه ديت انا عملت دلوقتي، لو انا جيت رحت على الاب هلاقي عندي حاجه اسمها ميل وهلاقي عندي حاجه اسمها تيست ميل، جواها التيست ميل اهو. طيب حلو قوي. الكونستراكت هنسيبه لان احنا كده كده مش هنبعت داتا معانا. طيب بيقول لي ان انا لما اجي ابدا انشئ الايميل بتاعك ايه اللي هيحصل. قلت له على سبيل المثال انا عايزك تبدا تعمل لي بابليك فانكشن بيلد، وقلت له بيقول لي ذس، وبيرجعني على الريتيرن بيقول لي فيو نيم، حط لي اسم الفيو بتاعتك اللي انت هيكون فيها الستاندر او الشكل بتاع الايميل. فانا قلت له مثلا على سبيل المثال انا عندي فولدر، قلت له عندي فولدر هنا مثلا على سبيل المثال، خلينا ننظم، قلت له عندي فولدر اسمه ايميلز، هيكون جواها مثلا عندي ملف بي اتش بي، عندي صفحه بي اتش بي اسمها مثلا على سبيل المثال تيست مثلا، وليكن مثلا عندي هنا صفحه اسمها تيست مثلا، قلت له في الصفحه دي مثلا على سبيل المثال، او عندك ممكن نعملها، خلينا نعملها دوت بليد مثلا، انا نسيت ان اعملها دوت بليد، خلينا نقول هنا نقول له دوت بليد مثلا، انا عايزها تكون عباره عن بليد. تمام، واجي هنا اقول له مثلا ويلكم تو مورا سوفت. تمام، انا دلوقتي المفروض الايميل اللي هيتبعت لحد هيكون فيه مكتوب كلمه ويلكم تو مورا سوفت. وقلت له طيب انت المفروض هتدخل على الفيو بتاعتك هتلاقي عندك حاجه اسمها ميلز، ادخل جواها هتلاقي عندك حاجه اسمها تيست. كلام جميل حلو الكلام حلو الكلام كده. مبدئيا المفروض دلوقتي انا لو جيت استدعي الايميل عشان انفذ هيبدا ينفذ معايا الجزئيه دي. طيب خليني اجي هنا على سبيل المثال اعمل فانكشن مثلا، ممكن اقول له هنا routes، خليني انا عندي هنا هاخد الراوت دي مثلا، عندي الفانكشن دي اول ما تنفذ الجزئيه بتاعت دي مثلا على سبيل المثال، قلت له هنا لما هاجي اعمل اقول له مثلا send، لما اجي اقول له سند مثلا، سند مثلا على سبيل المثال هو هيرسل الايميل بتاعي. طيب حلو الكلام حلو الكلام. هاجي هنا مثلا على سبيل المثال، خليني الاول اشغل السيرفر بتاعنا، اتاكد ان السيرفر بتاعنا شغال. فين فين احنا نتاكد بس ان التيرمينال بتاعنا شغال. طيب حلو قوي. لو جيت هنا مثلا قلت له مثلا ريتيرن، ارجع لي باي كلمه بس عشان اتاكد ان السيرفر بتاعنا شغال. لو جيت ازور السند اتاكد بس ان اموري كلها تمام. لو جيت هنا قلت له هنا سلاش سند وضغط رجع لي هنا على الكلمه دي، يبقى احنا كده مظبوطين وامورنا كلها تمام.
حلو قوي. طيب هاجي هنا بقى انفذ الجزئيه بتاعتي هنا. طيب هنا دلوقتي المفروض ان انا انشات الايميل بتاعي وبدات احط البيانات بتاعتي فيه، وبعد ما نفذت البيانات بتاعتي واموره كلها تمام، عايز بقى ان انا ابدا اكتب الايميل بتاعي. اكتب الايميل بتاعي ازاي؟ كمل خلينا اشوف عندك هنا الجزئيه، بس انا عايز اشرحها لك، اتمنى تكون هي موجوده. ده عايز اعمل اتاتش. كمل. ده المارك داون. خلينا بس ايه اشوف هو شارح الجزئية ديت ولا لا في السند ميل. اهو حلو قوي، ده الكلام اللي هو ده الايه اللي انا عايز الحتة دي. طيب اول جزئية عشان ان انا ابدأ انشئ الايميل، بروح عامل كلمة ميل. اهو خليني بس ايه اخدها بقى ايه السنتكس عشان ايه من توشي اهو، وشيل بس ايه الكلام ده هنا كده. عندي هنا ميل تو، قلت له هنا سند. تمام حلو الكلام. طيب وما انساش طبعا ان انا اعمل هنا امبورت للكلاس بتاع الميل هنا عندي اهو. طيب بيسألني ميل تو انت هترسل لمين؟ خلينا اقول انا هرسل الايميل بتاعي اللي هو اسمه سمير جمال 77@yahoo.com. كلام جميل. طيب هترسل له ايه؟ ان هنا انت بتقول له، هنا انت بتكتب اسم الحاجه بتاعتك. هنا انا عندي هنا الايميل بتاعي، احنا كنا عاملين تكست تيست ميل صح؟ عشان التيست ميل ده هيروح يدور، سلام عليكم انت تيست ميل، اه انت ايه اللي عندك؟ والله انا عندي صفحه اسمها ايميلز دوت تيست. روح رايح سلام عليكم ايميلز نعم دوت تيست اهلا انت عندك ويلكم، اه يبقى بناء عليه هنا بقى هيبدا يرسل كلمه الويلكم للشخص ده. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هروح رايح هنا اقول له كلمه نيو، واجي هنا اقول له تيست تيست ميل. كلام جميل، ادى التيست ميل بتاعنا هنا اهوت. وممكن ان انا اجي هنا اقول له لو انا عايز ان انا على سبيل المثال اجي اشيل ديت خالص، لو انا مش عايز احدد المسار، واقول له امبورت عشان يبدا ان هو يجيب لي الميل بتاعي اهو. هو رايح هنا على اليوز، على الاب، على الميل، على الميل تيست اللي هي الحته دي. طب كلام جميل، قلت له دلوقتي انك هتبدا تنشئ الايميل ده، هتبدا تروح على واحد اسمه سمير جمال، تبدا ترسل له البيانات اللي جوه الميل تيست. اللي هي ايه بقى الميل تيست دي؟ هيدخل جواها هيدور، مفيش بيانات في الكونستراكت، مفيش بيانات راحت، وجاه هنا دلوقتي المفروض دخل على الايميل زوت تيست، راح دخل على الصفحه دي لقى حاجه اسمها ويلكم مورا سوفت، هيروح باعتها له. كلام جميل حلو. قلت له لو الامور كلها تمام عندي هنا، هنا في الراوتس الجميل بتاعي هنا، بعد اذنك لو سمحت لما تخلص الكلام ده هتعمل لي هنا تقول لي ريتيرن ريسبونس مثلا، ارجع لي مثلا قول لي مثلا، نقول له هنا مثلا كلمة sending وليكن مثلا ان هو بعت sending. تمام حلو، تعال يلا كده نمشي على السندنج ونعمل ريفرش. تعال نعمل هنا، هنا نقول له send وريني روح زور، نشوف بس هيحصل معانا غلط او يحصل اي شيء. طيب بيقول لي ان هو هنا في الميل جن. طيب هو دلوقتي مبدئيا بيقول لي connection عندي على الهوست، الكونكشن بتاعي مش صحيح. طيب اتاكد بس من حاجه، اتاكد هنا في الجزئيه بتاعتنا هنا في ملف الانف. طيب احنا ممكن حتى يعني ايه ممكن نعمل ان احنا ممكن نقوله هنا ان احنا بنشتغل على، اتاكد بس من حاجه، الرساله دي طبعا هو الرساله هنا بيقول لي ان هو مش شايف كونكشن مع الميل جان خالص، هو مش شايف كونكشن اصلا مع الميل جان. طيب ممكن نقوله هنا الميلر بتاعنا احنا بنرسل عن طريق الميل جان، انا بس اتاكد كده، هبدا اعمل ريفرش تاني. طيب بيقول لي ميلر ميل جان نوت فاوند نوت ديفايند، هو مش عارفه. لا استنى نرجع تاني، اتاكد بس من حاجه، انا عايز اشوف ريفرش تاني بس عشان اشوف ايه المشكله. طيب بيقول لي كونكشن، هو في خطا في الكونكشن. تمام خلينا بس ايه واحده واحده، احنا ما عندناش اي مشكله نراجع اعداداتنا، ممكن احنا بس اخطانا في شيء او حاجه.
طيب قلت له هنا باي ديفولت انك هتشتغل على الميل جن. انا بقول الميل جن، اسف، بقول له هنا انك باي ديفولت مثلا هنا بتشتغل على الميل جن، كلام جميل. وقلت له انك لما هترسل ملف الانف هتشتغل هنا، انت الميلر بتاعك شغال بالميل جن مثلا. خليني بس اتاكد بس اشوف ايه اللي هيحصل واعمل بس هنا ريفرش تاني. حلو، بيقول لي هنا ان انا عملت سيندنج. طيب كده المفروض فعليا ان هو ارسل. طيب عشان لان انا ما كنتش حد يعني ما كنتش محدد هنا الميل ميلر مين اللي هيبعت عندي، هو الميل جن. طيب لو انا رحت عندي هنا على الميل جان بتاعي، المفروض ديليفري ديت يبقى فيها واحد. لو انا عملت فريش كده يعني معنى ذلك ان هو بدأ يرسل رقم واحد، لو جابها يبقى احنا ماشيين صح في الداشبورد. حلو، بيقول لي ان انا ارسلت لك رسالة، انا ارسلت واحد فعلا، في واحدة طلعت. حتى كمان لو جيت تبص هنا هيقول لك ان السند ايميل اوف سند واحد من 5000. طيب لو انا جيت رحت على الايميل بتاعنا اللي هو الايميل بتاعي، ابدا اشوف هو راح للايميل بتاعي الرساله ولا لا. لاحظ ايه اللي حصل، ركز، بيقول لي لارافيل تيست ميل، ولو ضغطت عليها جواها دلوقتي قال لي ان انت جاي لك ايميل اهوت، جاي لك ايميل تو سمير والايميل بتاع، بس المفروض اصلا يكون هنا في الايميل بتاعك يقول لك هالو ديت، المفروض ما تكونش هي دي خالص، المفروض يكون الحاجه اللي انا كنت كاتبها. برضو خليني اشوف ليه ما غيرهاش، مش معترف بيها، هو المفروض انا عايزه يعترف بالحتة دي. طيب خليني بس اروح اشوف في ملف الـ env، في ملف الـ env، ممكن هو فاهم من هنا بالشكل ده. خليني بس ايه اوقف الكلام ده خالص، مثلا على سبيل المثال، وقلت له هنا الاب، سيب الاب مش عادي، ممكن الاب هنا مثلا، حتى كمان ممكن نيجي هنا نقول له مثلا الاب بتاعنا، او خلينا الاب لارافيل عادي خالص مفيش اي مشكله. طيب خلينا نيجي هنا نزور البتاع ده، نزوره مره كمان، نعمل ريفرش، شوف بس ايه اللي هيحصل، عمل سند كده. طيب لو رحت على الميل جن، تعالى يا عم على الميل جن نشوف فعلا طلع رساله ولا ما طلعش رساله في الميل جن. المفروض الميل جن كده ارسل رسالتين، ركز، قال لي 2 من 2، ولو جيت هنا عملت ريفرش عندي هنا ارسل. طيب صح كده الكلام اهو، بقى قال لي ادمن مورا سوفت دوت نت اللي ارسله لك اهوت، ده ادمن مورا سوفت دوت نت هنا اللي ارسله لك بالشكل ده اهو. وممكن حتى كمان كلمه الميل فروم ديت مش عايزينها برضو، شيل يا عم الكلام ده، لان انا كده كده حاطط اعداداتي جوه هناك، يعني حاطط الاعدادات بتاعتنا هنا، ان انا هنا في الايميل عايز اقول له يروح من واحد اسمه ادمن مورا سوفت دوت نت، وبره الديفولت الشخص اللي مرسل له يكون اسمه مورا سوفت. تمام، تعالى كده نمسح الاثنين دولت بعد اذنك، امسح دولت عشان بس ايه اشوف ريفرش تاني. يلا كده المفروض ارسل، تعالى كده نشوف، ثواني بس نشوف، يلا خلينا نعمل هنا ريفرش، ارسل. بص بقى ايه اللي حصل يا باشا، اختلف الكلام خالص اهو، بقى جاي له ايميل من واحد اسمه مورا سوفت، ولو ضغطت جواها قال لي مورا سوفت ومين اللي بيرسل له وارسل لمين، وقال له ويلكم تو مورا سوفت. ليه بقى الكلام ده؟ بناء على المفروض ان انا ظبطت هنا الفروم عندي ما خليتهاش من الانف، هو طبعا هو كان بيقراها دايركت من الانف، فكان عامل لي المشكله دي. طبعا المشكله اللي كانت قبل كده برضو ان انا هنا في الميل ميلر ما كنتش محدد بقول له ان اللي هيرسل ميل جن. كده دلوقتي مبدئيا انا فعلا ارسلت رساله، ممكن اقول له هنا مثلا على سبيل المثال في الرساله التست ديت، ممكن مثلا على سبيل المثال نعمل مثلا رساله نقول له هنا مثلا اتش 1 مثلا، ونقول له هنا مو مثلا ويلكم تو مورا. تمام، تعالى يا عم ننفذ يلا الرساله دي كمان مره، ريفرش، ارسل. المفروض هو ارسل كده دلوقتي، تعالى نعمل ريفرش هنا على الايميل نشوف فعلا هيجيبها ولا لا، ونركز هنا
لاحظ ويلكم تو مورا سوفت، وجابها لي اتش 1 عادي اهيت بناء على الرساله دي. يبقى انا بالشكل ده معلم ارسلت اول رساله تيستنج عادي خالص، مفيش فيها اي مشكله واموري كلها تمام. طيب ان شاء الله بقى باذن الله في الدرس الجاي هنشتغل على حاجه اسمها المارك داون، بقى بيعمل شكل مختلف شويه وشكل احلى من ده بكتير. احنا بقى دلوقتي عايزين نرسل ايميل، ولكن عايزينه يكون شكله لطيف وشكله جميل زي الايميلات اللي احنا بنشوفها لما بتجي لنا من اي مكان. مثلا على مثال خلينا مثلا نيجي هنا مثلا حاجه زي كده تروح جاي لنا، بيجي لنا فورمه زي ديت مثلا على مثال وشكلها بالشكل ده، اقدر اعمل الكلام ده في لارافيل؟ اه تقدر، تقدر تعمل الكلام ده عادي خالص. يبقى احنا دلوقتي ظبطنا اعداداتنا وهنبدا نرسل الايميلات بتاعتنا بشكل طبيعي خالص. ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي هنتعلم ازاي ان احنا نعمل مارك داون باذن الله. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. السلام عليكم.